والآن مع فقرة كأس النظافة. يتألق طلابنا بروح المبادرة والعناية بالنظافة. نفخر اليوم بفوزهم بكأس النظافة، وهذه ليست مفاجأة بالنسبة لنا، لأننا دائما ما نسعى إلى الحفاظ على بيئة دراسية نظيفة ومرتبة. إن هذا الإنجاز ليس فقط دليلا على تفانيكم في العمل الجماعي، بل هو أيضا تأكيدا على قدرتكم على الحفاظ على النظافة بدءا من أماكنكم الدراسية وانتهاءا بمحيطنا الخارجي. شكرا لكل التلاميذ الذين شاركوا في هذا الإنجاز، ودعونا نستمر في الحفاظ على المستوى المتميز من النظافة والترتيب لنعزز بيئة تعليمية ونفخر بكل ما تقومون به. فاز بكأس النظافة لهذا الأسبوع الصف الخامس بي. مبروك علينا فرحتنا الليلة، يعز الناس هنعيش دنيا لوحدينا. اليوم ده يومنا ومين يلومنا، عايشين يومين حلوين من اللي في خيالنا. وهلا هلا 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 قمر بجد ما شاء الله، وهلا هلا 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 انا بنتك بحلم ولا. والله احلى فرحة الليلة، فرحة لما كل العيلة، والله احلى فرحة.